طفشت من اكل الدجاج الناشف، تاكل اللقمه تنشف في حلقك. هنا حلقه اليوم راح اعلمك كيف تسوي صدور دجاج مليانه صوص، قليله السعرات، قليله الدهون. بهار منوع، ثوم وملح، ثوم وليمون، بهار ليمون، زعتر. بنحتاج الخل، زبادي، جبنه فيلادلفيا، بينك صوص. نحتاج ليمونتين، بقدونس، واخيرا الدجاج. الأداة هذه أنا أستخدمها عشان أسوي مسامات داخل الدجاج، بحيث الدجاجة تتشرب البهارات لما نحطها عليها. تقريبا ربع كوب خل أحطه فوق الدجاج عشان تروح ريحة الزفر اللي داخل الدجاج. غالبا في اكلي استخدم الاير فراير من شركه فيليبس، احط 22 دقيقه على درجه حراره 180 درجه مئويه، 50 جرام من جبنه فيلادلفيا لايت، ونص كوب من البينك صوص من شركه فريشلي. نحط عليها شويه زعتر عشان تتماسك، ونحطها على النار بدرجه متوسطه او عاليه لمده دقائق معدوده لين تنخلط كلها مع بعض. حطها على الصوص لين تتشرب الدجاج الصوص كامل. بس خلنا ناخذ بريك نتذوق كذا. تكون خلصنا طبخه اليوم، تقدر تحط الاكله هذه والوجبه هذه في بوكس، تحطها بالثلاجه، تسخنها ثاني يوم، تطلع معاك طريه صحيه قليله السعرات.